بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولادي الحلقة رقم 13 من علوم الصف الخامس، ودرس جميل اسمه السلاسل الغذائية وانتقال الطاقة بين الكائنات الحية. يلا مع بعض نبدأ البداية بتاعة الدرس ونفكركم بأن طاقة الشمس بتنتقل عبر الكائنات الحية، بداية منين؟ من النبات اللي بيمتص الطاقة الضوئية للشمس، وتنتقل هذه الطاقة عبر الكائنات الحية في الأنظمة البيئية المختلفة. طب مين وسيلة الانتقال التغذية ما بين كائن إلى كائن آخر؟ علشان كده العلماء صنفوا الكائنات الحية حسب طريقة حصولها على الطاقة، صنفوها يعني قسموها. طيب قسموها لإيه يا مستر؟ قال لك اللي يعمل أكله بنفسه يبقى اسمه كائنات ذاتية التغذية، طب اللي بيشتري أكله أو ما بيصنعش أكله يبقى كائنات غير ذاتية التغذية. طب دي لها تعريف ودي لها تعريف، ودي لها أمثلة ودي لها أمثلة. الكائنات ذاتية التغذية هي كائنات تصنع غذائها بنفسها باستخدام طاقة الشمس. طب مين اللي بيعمل كده؟ النباتات الخضراء، ودي الصورة أكبر دليل. طيب الكائنات غير ذاتية التغذية نقول إيه؟ هي كائنات تتغذى على الكائنات الأخرى. زي مين؟ زي الحيوانات. تمام، طب مين اللي بيتغذى على الكائنات الأخرى؟ ممكن نلاقي حشرات أكلت أعشاب، وممكن نلاقي حيوانات أكلت لحوم، وممكن نلاقي أكلت الاتنين معا. هنتكلم دلوقتي على أهمية الغذاء كمصدر للطاقة. كلنا يا ولاد عارفين إن جميع الكائنات الحية محتاجة للغذاء. طب محتاجة الغذاء ليه؟ من أجل الحصول على الطاقة أولا، ثم البقاء على قيد الحياة ثانيا. يبقى الأولى من أجل البقاء والنمو والقيام بالعمليات الحيوية ومن أجل ممارسة الأنشطة المختلفة. والسؤال ده من أهم أسئلة التعليلات، تنتج الطاقة من خلال مين؟ الغذاء والأكسجين. طيب غذاء، أنا أكلت أكل ودخل معاه غاز الأكسجين وأنا بتنفس، يقوم ينتج مين؟ طاقة تنطلق في الجسم وتساعده على أداء الوظائف الحيوية. ملاحظة مهمة جميلة قوي، عارف الإنسان محتاج للطاقة؟ أيوة كلنا عارفين، حتى لو كنت نايم يقوم يقول معقول؟ طب أنا نايم فين الجهد اللي أنا ببذله؟ أقول له حتى وأنت نايم محتاج طاقة، حتى لو كان القدر ده ضئيل ولكن بتاخد طاقة من أجل التنفس ومن أجل نبضات القلب، ويستخدمها الإنسان في القيام بالعمليات الحيوية والأنشطة المختلفة. وهو نايم ممكن يفكر شوية قبل ما ينام، شو هو كده شغال تنفس ويتقلب وأي نشاط بدني يعمله. جميل، نيجي لمعلومة تانية، هنا هسيب لك السؤالين دول تقول لي صح ولا غلط، ونعبر عن انتقال الطاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي بعملية اسمها ايه؟ السلاسل الغذائية. يعني ايه يا مستر سلسلة غذائية؟ يعني ايه سلسلة غذائية؟ شايف هنا مجموعة مثلا نباتات اتغذى عليها حشرة، اجا طائر اكبر اكل منها، اجا حيوان اكبر اكل منها، اهي الطاقة عمالة تنتقل من هنا تروح للأخ ده، ومن الأخ ده تروح للأخ ده. يبقى الانتقال ده سموه إيه في العلوم؟ سموه السلسلة الغذائية. طب لها تعريف؟ هي مخطط متسلسل يعبر عن مسار انتقال الطاقة بين الكائنات الحية. قول تاني تاني. هي مخطط متسلسل يعبر عن مسار الطاقة بين الكائنات الحية. جميل، طب الكائنات الحية وهي في السلسلة الغذائية، قال لك تتكون السلسلة الغذائية من 3 أنواع من الكائنات. أي سلسلة غذائية فيها 3 أنواع، بتبدأ بمين؟ بالكائن المنتج. لازم، أيوة لازم لازم، النبات مثلا هو بداية السلسلة الغذائية. طب يجي مثلا أرنب ياكله يبقى ده إيه؟ مستهلك. طب يجي مثلا حيوان أكبر منه ومفترس شوية ياكل الأرنب، يبقى انتقال بين الكائنات المستهلكة، ده يقال عليه مستهلك أول وده يقال عليه مستهلك تاني. طب الأخ ده لما يموت، يموت ويتحلل،
وتتلم عليه الديدان والبكتيريا والفطريات وتحلل جسمه، يبقى دي اسمها الكائنات المحللة. يبقى عملية انتقال الطاقة في السلاسل الغذائية بيمر بكم نوع من الكائنات؟ 3 أنواع. كائنات منتجة تنتج غذائها بنفسها، كائنات مستهلكة تستهلك ما قبلها، كائنات محللة تحلل جثث الكائنات الميتة. 3 أنواع: منتجة مستهلكة محللة، منتجة مستهلكة محللة. كلام جميل. نيجي للمعلومة اللي بعد، هنشرح كل نوع. يعني إيه كائنات منتجة يا مستر؟ هي كائنات ذاتية التغذية، تنتج غذائها بنفسها. والأكل ده إيه؟ رز وسمك؟ لا يا مستر، سكر جلوكوز، وبيبقى غني بالطاقة، ودي بنقول عليها المستوى الأول في أي سلسلة غذائية. مش أنت عرفت إن السلسلة الغذائية 5 مستويات؟ أيوة، أول مستوى هو مستوى الكائن المنتج اللي بيصنع غذائه. طيب علل ليه تعتبر النباتات كائنات منتجة على كوكب الأرض؟ أقول له لأنها تستطيع صنع غذائها بنفسها. عن طريق مين؟ عملية البناء الضوئي. تاني، لأنها تستطيع صنع غذائها بنفسها في البناء الضوئي. أما النوع الثاني وهو الكائنات المستهلكة، ده ناس بتاكل على الجاهز يا ولاد، هي كائنات تحصل على الطاقة من التغذية. تغذية على مين؟ على كائنات أخرى سواء نباتات أو حيوانات، تتغذى منها على الطاقة. طب دي رقم كم في المستويات؟ المستوى الثاني، وتمتد إلى ما قبل الأخير في أي سلسلة غذائية. طب ليه امتدت؟ لأن ممكن يبقى في مستهلك أول ومستهلك تاني ومستهلك تالت وهكذا. يبقى من أكبر الكائنات كائنات المستهلكة. تعالى كده نشوف التقسيمة دي. العلماء قسموا الكائنات المستهلكة إلى كم صنف؟ 3 أصناف: كائنات مستهلكة أولية، كائنات مستهلكة ثانوية، كائنات مستهلكة من الدرجة الثالثة. جميل جميل. أول حاجة الكائنات المستهلكة الأولية. هم ليه قالوا عليها أولية؟ لأن ده أول زبون بيتغذى على النبات، أول حد يأكل النبات يبقى كائن أولي من أكلات الأعشاب، وتمثل المستوى الثاني في السلسلة الغذائية. مين اللي بيمثلها؟ الأرانب ومعظم الحشرات. يبقى الأرانب ومعظم الحشرات بيمثل مين؟ الكائنات المستهلكة الأولية. نيجي للجزء الثاني، الكائنات المستهلكة الثانوية. عارفين الثانوية دي مين؟ اللي أكل الحيوان الأولاني. تتغذى على الكائنات المستهلكة الأولية، زي الصورة اللي هي كانت بتاعة الأرنب أهو. الأرنب هنا نقول عليه إيه؟ كائن مستهلك أولي. طب اللي يجي بعده كائن مستهلك ثانوي. كمل كده يا مستر، نكمل كده الشريحة بتاعتنا اللي وصلنا ليها. نيجي لمين يا ولاد؟ للأمثلة. مستهلك ثانوي زي مين؟ الطيور والضفادع اللي بتيجي في المرحلة الثانية. طب الكائنات المستهلكة بقى اللي من الدرجة الثالثة، لا دي بقى ما شاء الله عليها، تتغذى على الكائنات المستهلكة الثانوية، دي أكلت الثانوية وما عادتش أهي فيها، وتمثل المستوى الثالث، تمثل المستوى إيه؟ الثالث في السلسلة الغذائية. طب زي مين؟ التماسيح والأسود. يبقى التماسيح والأسود منين؟ من الدرجة الثالثة من الكائنات المستهلكة. نيجي للعنصر الرابع، الكائنات مين؟ المحللة. الكائنات التي تحصل على الطاقة من التغذية على مين؟ بقايا الكائنات الميتة. ايه ده، معقولة في حد بياكل الميت؟ اه، الكائنات المحللة تتغذى على جثث الكائنات الميتة، وتتغذى على مين؟ بقايا الأطعمة الفاسدة. لذلك يا أولاد دي بتمثل المستوى الأخير، الفينيشنج عند مين؟ الكائنات المحللة في أي سلسلة غذائية. طب زي مين؟ دودة الأرض يا ولاد، وزي البكتيريا، وزي الفطريات، وزي دودة الألف رجل، ديدان ألفية الأرجل. يبقى دي تعتبر إيه؟ أمثلة للكائنات المحللة. طب في ناس تقول خي الكائنات المحللة بتاكل الميت؟ أقول له آه، خي ليه؟ تعال أعرف أهميتها. اللي بتقول خي
الكائنات المحللة بتعيد تدوير الطاقة والعناصر الغذائية مرة أخرى للنظام البيئي من خلال عملية التحلل. يبقى هي لما بتحلل جثث الكائنات الميتة يبقى رجعت للتربة العناصر الغذائية ودورت الطاقة. طب نمرة اتنين، ده بتخلي الأرض خصبة وصالحة للزراعة، تزيد من خصوبة التربة. يجي لك سؤال عن ليل، تزيد دودة الأرض وديدان ألفية الأرجل من خصوبة التربة. ليه هما الاتنين بيزيد خصوبة التربة؟ الإجابة لأنها بتتغذى على بقايا الكائنات الميتة، تمام، وتخرج فضلات غنية بالعناصر الغذائية فتزيد من خصوبة التربة. أدي إجابة التعليل. نيجي نشوف مع بعض الشريحة الأخيرة، جميع الكائنات الحية محتاجة للطاقة وتحصل عليها من الشمس. طب بتاخدها من الشمس بطريقة إيه؟ قال لك ممكن تاخدها بطريقة مباشرة زي النبات، وممكن تتاخد طاقة الشمس بطريقة غير مباشرة زي الإنسان والحيوان، نبات أول وبعدين هي ثانيا. الحيوانات المفترسة والفرائس، العلماء صنفوا الحيوانات اللي هي الكائنات اللي بتستهلك إلى إيه؟ إلى نوعين في السلاسل الغذائية، حيوانات مفترسة وفرائس. الحيوانات المفترسة ده اللي بيقول هم يا جمل، هي الحيوانات التي تصطاد الحيوانات الأخرى لتتغذى عليها. أما الفرائس يا عيني اللي بتتاكل، زي المثال اللي قدامنا القط والفار. القط يعتبر إيه؟ حيوان مفترس بالنسبة للفار، والفار يعتبر إيه؟ فريسة، لأنه هيجري من القطة، تمام؟ يبقى الفرائس هي حيوانات تتغذى عليها الحيوانات المفترسة.